ما شأن ابن تيمية بأمور الدفاع والحرب؟ يده التي اعتادت حمل القلم لن تجيد حمل السيف والقتال به. للسيف رجال وللقلم رجال، كل امرئ وما خلق له، والداخل فيما لا يعنيه إما أن يفسده أو يهلك فيه. لا فض فوك يا شيخنا ابن المرحل. يا قوم دعوا الرجل وشأنه. شأنه أن يكون رجل علم فحسب. إذا استطاع ابن تيمية. أنت هكذا يا ابن الأنجى تتلمس له الأعذار. مثلا نحن أهل طريقة وتصوف، وأنتم أهل فقه وشريعة، فلكل منا ميدانه ومجاله. على رغم ما بيننا من تقارب، فهل يجوز لنا نحن معشر الصوفية أن نتعدى حدود التصوف إلى الفقه والتشريع؟ أما ابن تيمية فيدس أنفه ولسانه ويده في كل شيء، في كل شيء. دع هذا عنك يا سيدي، اذهب أنت يا إبراهيم واحمل كيسا آخر حتى لا نتأخر على إخواننا اللاجئين. هيا. ما حملت من أكياس؟ دع هذا لإبراهيم وسلامة. أجل يا سيدتي، تعال اجلس يا ولدي. أعمل يا سلامة. آت يا سيدي. اجلس اجلس واسترح قليلا. لقد أحضرنا بعض ما لدينا من أغطية وثياب. فقط ما وجدتموه لدينا من الثياب والأغطية؟ لم يعد لدينا يا بني إلا ما هو ضروري لنا. أم تريد التبرع به أيضا؟ ليتنا أثرياء يا أمي حتى نكفي إخواننا اللاجئين ما يحتاجون. بسم الله. انتظر يا تقي الدين حتى يدفعه إبراهيم وسلامة. دعيني أدفعه يا أماه، فلعل الله يدفع به عني بعض ذنوبي يوم القيامة. بل سيدفع الله إليك عظيم الأجر والثواب. هيا يا إبراهيم. تعال تعال يا إبراهيم، احمل أمامي. امضي بهذه الدنانير مع سلامة إلى السوق واشتري مزيدا من الثياب والأغطية الصوفية، فالبرد قد أخذ اشتد وعدد إخواننا اللاجئين يتكاثر. إليكما أيضا هذه الدنانير، فالأسعار في السوق ترتفع كل يوم بل كل لحظة، وكأنما أصابها جنون. هكذا الحرب دائما يا أمي، ينطلق فيها كل شيء من عقاله، الأسعار، الأطماع، الشرور. كم تكشف الحرب عن وحشية الإنسان، وكم تكشف أيضا عن نبله وشجاعته وشهامته. ولكنها شر ما يبتلى به الإنسان من أخيه الإنسان. هذه حقيقة لا عيب فيها، فالحيوان لا يعتدي إلا إذا جاع أو اعتدي عليه، ولكن الإنسان يزيده الشبع طلبا للطعام، ويغريه ضعف أخيه بالعدوان عليه. أحضرنا 5 بغال لحمل أكياس الدقيق والبقول وقدور السمن والعسل.
واشترينا أحمالا من الأرز والسكر. وماذا أحضرت من دكانك يا زين الدين؟ كدت أفرغ ما في دكاني من ثياب تصلح لإخواننا اللاجئين. بورك فيكم يا أبنائي. كلا يا منصور، الموقف مختلف هذه المرة. فيما الاختلاف يا عبد الرحيم؟ التتار هم التتار، وبعد قليل يصلون إلى حدود الشام، ونحن كما نحن، بل نحن تغيرنا كثيرا، فاستيعاب الهزيمة خير معلم للنصر. والسلطان بدون شك قد استفاد من هزيمته السابقة أمام التتار، وها هو يشرف بنفسه على أعداد الجيش ليتزود بأقوى سلاح ويستكمل ما يكفل له تحقيق النصر. لعل هذا يمسح العار الذي لحق بنا وبجيشنا. ما هذا كله؟ لكأني أسمع ابن تيمية تتحدث. هما واقعان تحت تأثيره، ونقع نحن في فخ بقائنا هنا في دمشق كالمرة السابقة. إذا كنا قد سلمنا من التتار بأعجوبة في المرة السابقة أو بما يشبه المعجزة، فلا نضمن تكرر ذلك هذه المرة. وزمن المعجزات انتهى. ولكنه لم ينتهي عند ستنا الصخرة. ماذا تقول يا ولد؟ حقا، لماذا لا تلجؤون إليها؟ بس يا ولد بس. ما حكاية ستنا الصخرة هذه؟ هل تتكلمون بالألغاز؟ كلا يا عبد الرحيم، إنهم يمدحون. ولكن الصخرة هذه حقيقة، إني أسمع عنها الكثير من أمور الشعوذة. سعاد، إياك. أنا أذهب إلى هذه الصخرة. ولماذا أذهب إليها؟ هل أنا؟ يا جماعة دعونا من ذلك، نريد أن نذهب إلى القاهرة إلى آخر شوان قبل فوات الأوان. وقبل أن يطلب ابن تيمية إغلاق أبواب دمشق ونحبس هنا، أما أنا فسأبقى هنا. عبد الرحيم. سعاد، هذا قراري ولن أتراجع فيه، لن أرحل عن دمشق. اذهبي أنت معهم إن شئت. سأبقى معك يا أبي. وهل أذهب بدونكما؟ بعض الناس أخذوا يرحلون عن دمشق ونحن لم نفكر في الرحيل. هذا شيء سابق لأوانه، فالتتار ما زالوا بعيدين عن حدود الشام، وربما كانت تحركاتهم لمجرد الإرهاب وإشاعة الاضطراب فينا، ويبدو أنهم نجحوا في ذلك، وابن تيمية يعزز هذا النجاح. ولكن الاحتياط واجب، ولا ينبغي أن ننتظر حتى نتبين إن كانت تحركات التتار لمجرد الإرهاب كما تقول. حتى لو وقعت الواقعة وهاجمنا التتار فلن يمسونا بهذا. ماذا؟ هل نسيت أنني قابلت ملكهم قازان حينما كان هنا وأقمت له حلقة ذكر؟ لقد تلمس بركاتي. سنتوقف يا أبنائي منذ الآن عن دروسنا بالمسجد حتى تنتهي معركتنا مع التتار بالنصر إن شاء الله. إن شاء الله وبعون الله وتأييده. فإن جند الله هم الغالبون، نحن معك يا شيخنا. ولقد أعددنا معسكرا لتدريب المتطوعين للجهاد فهم يتزايدون. منذ اليوم لن تجدنا في غير معسكر التدريب، فلنذهب من الآن. بارك الله فيكم يا أبنائي، بارك الله فيكم. لقد رأيت إيقاف الدرس هنا بالمسجد لننتقل إلى درس آخر، هو درس الرمي والسيف والرمح، وسأقوم هناك أيضا بتعليمكم هذا الدرس بتوفيق من الله عز وجل. نحن تلاميذك يا شيخنا هنا وهنا. امضي بنا على بركة الله. و...
ولعل إخواني العلماء ينضمون إلينا مشكورين مأجورين من الله عز وجل. أنا قادم معكم يا ابن تيمية لأكون تلميذا لك في التدرب على استخدام السلاح. بارك الله فيك يا أخي. ما هذا يا ابن تيمية؟ كيف تفض حلقات العلم؟ أنا لم أفضها يا ابن المرحل، بل أدعو إلى نقل مكانها واستبدال أدواتها وموضوعها. ماذا؟ طلابنا منذ اليوم سيتلقون علما آخر، علم السلاح. ها؟ علم السلاح؟ نعم، فهذا ما تحتاجه بلادنا اليوم. علم السلاح له معلموه وطلابه. هذا في أوقات السلم، أما في أوقات الحرب فعلينا جميعا أن نحمل السلاح ونقاتل به دفاعا عن بلادنا. نحن علماء، ولذلك نحن أعرف بوجوب الجهاد، ويجبنا أن ندعو للجهاد ونحمس له الجند. يا أخي، على الداعية أن يكون خير قدوة، ولعل خير ما نحمس به المجاهدين والجند أن نتقدمهم في حمل السلاح. نحن لا نجيد حمل السلاح وغير مؤهلين له. لم يمنع السلاح أحدا أن يجيد استخدامه. تمنعنا السن؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسن مني ومنك، ولم يمنعه سنه من حمل السلاح والقتال به. صلى الله عليه وسلم نعم الرسول المجاهد ونعم القدوة. وكذلك كان الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم. أجل ولكن فلتعلم أن العلم أو السن لا يمنع من حمل السلاح ما دمت قادرا على القتال به. وقد كان في الصحابة والتابعين وتابعيهم علماء طعنوا في السن، ولكنهم أيضا طعنوا قلوب الأعداء بسيوفهم. يتأخر قازان في هجومه على الشام. ما نخشاه أكثر هو استعداد القوم هنا وفي مصر، وكلما زاد تأخره زاد استعدادهم. اسمع يا حيدر، امضي إلى قازان واطلب إليه التعجيل بالهجوم. أدري يا ابن تيمية كيف وصلت إلى هذه الدرجة من المهارة في استخدام السيف وركوب الخيل. وصلت لما أنا فيه الآن بما أنت فيه الآن، فكل شيء يمكن إتقانه بمواصلة التدريب، ولكن لكل شيء ثمنه، فكم تعرضت لطعنات ووقعات. Thank you.
كيف نقنع بالحياة هنا كلاجئين؟ نأكل ونشرب وننام ومعسكرات التدريب هناك تنشط على قدم وساق. عار علينا أن يكون شيخنا ابن تيمية وبعض شيوخنا العلماء وأكثر طلابهم قد أوقفوا حلقات الدرس وفرغوا أنفسهم للتدريب والجهاد، ونحن هنا ننتظر نتيجة المعركة. لقد أخذنا قدرا كافيا من الراحة بعدما عانيناه في هجرتنا من بلادنا إلى هنا. فهم أعداؤنا وأعداؤهم. إذن فعدونا واحد. فلننهض الآن إلى شيخنا ابن تيمية، نعلن له انضمامنا للمتطوعين ونطالبه بالسلاح. وأنا ماض معكم يا أبنائي. أنت؟ نعم، فوالله ما زالت لدي بقية من قوة، ولن تكون إلا لجهاد أعداء بلادنا. أشكر لكم يا أهل الجبل وقوفكم إلى جانبنا. عفوا يا مولاي، وهذا ليس بغريب منكم ولا بجديد عليكم، فقد ساعدتمونا في كل حملاتنا على بلاد الشام، وسيكون لكم منا أوفى جزاء. جزاؤنا يا مولاي أن يصبح الشام كله في أيديكم، كما أصبحت من قبل خوارزم وفارس والعراق وغيرها من البلدان، وبعد ذلك مصر. فما دامت مصر بعيدة عن قبضتنا فنحن مهددون. إذا ملكنا مصر صار الطريق ممهدا أمامنا إلى بلاد المغرب وإلى بلاد السودان، كما أن أرمينية هي طريقنا إلى القسطنطينية، البوابة الكبرى إلى بلاد الفرنج. وهكذا يمتد سلطاننا على العالم كله، شرقه وغربه، وهكذا تصبح الأرض كلها في قبضتنا نحن التتار. فلنسترح قليلا ثم نستأنف التدريب. أبلغ بعد شهر سن 15، وأريد أن أتدرب على السلاح استعدادا لبلوغها. يبدو أنك لم تنسى يوم الجبل. وأرجو أن لا تنسى وعدك يا أستاذي في هذا اليوم، حين حدثتني عما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام مع صغار الصحابة في غزوة أحد. وأبوك؟ هو الذي اشترى لي هذا السيف، وها هو ذا يقوم بالتدريب في المعسكر. رائع. ألست شابا مثل هؤلاء؟ مثل هؤلاء الذين يتطوعون للتدريب على القتال؟ كلا، لست مثلهم. أنسيت أنك خليفتي على طريقتنا الصوفية؟ هذا أدعى الامتثال لفرض الجهاد. الجهاد فرض كفاية، يكفي أن يقوم به البعض. ولكن تترى جيشهم كبير وخطير، ومقاومته تحتاج إلى اشتراك كل قادر على القتال. ولا قادر. أنت لن تشترك في التدريب على القتال، وإياك أن تعود لمجرد الحديث في هذا الموضوع. إياك، فاهم؟ فاهم.
يبدو يا أمي أن بعض الرجال لم يفطموا بعد. بس يا أمين، أخوه يحمل هم وهم البلد، يترك حمله لغيره؟ Thank you.
تجاهدون به التتار؟ بل جئنا لنبارك المجاهدين بأذكارنا ودعواتنا على الرقصات والنغمات ودقات الدفوف. أليس خيرا من ذلك أن تتطوعوا للجهاد في سبيل الله؟ فالجهاد بالسيف لا بالدف. لبيك يا شيخنا، لبيك بالسيف لا بالدف. أنت تفعل هذا؟ إني لا أصدق ما رأيت وسمعت منك. كيف أصدق أن أخي وخليفتي يستجيب لنداء ابن تيمية عدونا وعدو طريقتنا؟ أنا لم أستجب لنداء ابن تيمية، بل استجبت لنداء الوالي. واجبك أن تكون معي يا علي. واجبي أن أكون مع بلدي. لكنك في صف واحد مع ابن تيمية. وقوفه في صف الدفاع عن بلدنا لا يجعلنا نحرم أنفسنا شرف الدفاع عنه، بل أولى بنا أن نترك ابن تيمية يحفظ لنا بهذا الشرف. ولكن ذلك التوقيت، توقيت انضمامك للمتطوعين، لماذا يكون في ذلك الوقت بالذات؟ لماذا لم تنتظر حتى؟ لقد تأخر وقت انضمام للمتطوعين، لم أستطع الانتظار أكثر من ذلك. وما يزيد غيظي أن انضمامك كان بناء على مهاجمة ابن تيمية لنا. كان على حق في هجومه علينا. الجننت؟ ألم تفكر فيما يقوله الناس عنه؟ ألم تفكر في موقف أتباع طريقتنا حينما يرون أخي وخليفتي يقف مني هذا الموقف؟ بل هم سيحمدون لي هذا الموقف، فأنا لا أقف ضدك، بل أتقدم للدفاع عن بلادي. ولا يمكن لأحد أن ينكر علي ذلك أو يراه في غير صالحك، فمن الخير لي ولك أن يرانا الناس المجاهدين، فمن الخطأ بل من العار أن نتخلى عن بلادنا. نحن لن نتخلى عن بلادنا أبدا أبدا، وليس بلازم أن نحمل السيف. عجل، ليس بلازم أن نحمل السيف، فللجهاد وسائل أخرى. ما وجدت وسائل أخرى لنا سوى إقامة حلقات الذكر وسوى اخرس اغرب عن وجهي. هكذا دم الشباب فاير، فلا تفسر موقف عامر بأنه تمرد عليك أو عقوق لك. عامر خير دين، لكن فرس الشباب جموح يطير مع الريح، وريح ابن تيمية شديدة عفية. زاد الله ريح ابن تيمية شدة وقوة، فهي على أعداء البلد التتار. وليتني كنت شابا حتى أنضم إلي لمقاومة أعدائنا. مسعود، إذا فأنت تؤيد انضمام عامر إلي؟ نعم، ولكني لا أفسره بأنه موجه ضدك. أنت تتكلم مثله. ليتني أكون مثله. بالسيف لا بالدف، بالسيف لا بالدف، بالسيف لا بالدف، بالسيف لا بالدف، بالسيف لا بالدف. ولا فيك يا شيخنا. مرحبا بك في صفوف المجاهدين. بس عامر، هل تحسن الضرب بالسيف يا عامر؟ ما امسكت سيفا من قبل. عبد الله، قم بتدريب عامر. انقذوا الجريح.
راشد هيا فالعشاء جاهز. ما بك يا ولد؟ الجوع يا امي، الجوع يخرس امعائي. هيا هيا. كيف حالك يا جدي؟ اهلا اهلا بك يا راشد، كيف حالك يا ولد؟ اجلس اجلس، هيا الى الطعام. كل جيدا يا راشد، فقد بذلت اليوم مجهودا شاقا في التدريب على اسعفيني بالماء يا ام. سلامتك يا ولد. يبدو اني حسدتك يا راشد على براعتك اليوم في معسكر. يبدو اني حسدتكما معا على ما اظهرتماه من براعة اليوم. ارجوك لا تخبرها بتدرب راشدا على السلاح. يا جدي لا تفتح علينا بابا. امك خادمة. لابد ان التتار يقتربون منا. اسرعوا بالهرب، اسرعوا بالهرب من دمشق، اسرعوا بالهرب من دمشق. هل حدث هذا حقا؟ اجل يا شيخنا. لا، لم يقترب التتار بعد من الشام. إذا لماذا خرجت من دمشق هكذا أيها الأمير وتركت أهلها نهبا للفزع والاضطراب؟ سأشرح لك وجهة نظري. لقد رأيت أنه من الأفضل أن أخرج بقواتي من دمشق إلى هذا الموقع هنا في مرج الصفر، كي يمكن أن أقيم فيه بعض التحصينات وأعده لاستقبال أكبر عدد من قوات الجيش، حتى يمكن أن ندافع عن دمشق وهي بعيدة عن خطر القتال. كان يجب إعلام أهل دمشق بذلك حتى لا يسيء تفسير الموقف. وهذا يوسف محتسب البلد، كان عليك أن تطلب منه إعلامهم. لقد كنت أتحدث معه في هذا الأمر. بعد خروجكم؟ بعد خروجنا. كان يجب إخبارهم بذلك قبل خروجكم عن طريق المنادين في شوارع المدينة، حتى يعلم الناس أن هذه مجرد استعدادات حربية. لقد رأينا ونحن قادمون إليك كثيرا من الناس وقد فزعوا وأصابهم الهلع، ظنا منهم أنكم خرجتم لقتال التتار. إن شائعة اقتراب التتار قد ملأت دمشق كلها، لهذا سرعت أيضا إلى هنا لإبلاغ نائب السلطنة. الناس معذورون، فهم ما زالوا يذكرون ما فعله التتار بهم منذ نحو عامين عندما اقتحموا دمشق وعاثوا فيها سلبا ونهبا. اعترف ان فكرة خروجي الى هنا قد اعجلتني. علينا إذن ان نسرع بنفي هذه الشائعة التي سرت بين الناس وروعتهم، فالشائعة تنمو في افواههم، بل قد تتولد عنها شائعات اخرى. كما يجب ايضا ضبط البلد وبخاصة الاسواق. في مثل هذه الظروف ينفلت زمام الأسعار والسلع وتضطرب أحوال الناس. سأمضي إذن معكم. لا، بل عليك أن تبقى هنا في مرج الصفر لتنظيم رجالك وإعداد قواتك بها ما دمت قد خرجت من دمشق. وعلى يوسف المحتسب أن يتولى بحكم منصبه ضبط الأسواق وأحوال البلد. وجودك معي يا شيخنا سيساعد كثيرا في ذلك. ليتك تشرف مع يوسف على استتباب هذه الأمور، فإن لك عند الناس أكثر مما لنا، وكم وقفت إلى جانبنا في خطوب كثيرة فكنت لنا نعم العون، لأن الناس يسمعون لك ويطيعون. يا شيخنا
لا نريد أن نثقل عليك، فنحن نعلم انشغالك في معسكر تدريب المتطوعين. هيا إذن على بركة الله، فنحن الآن مجندون لبلدنا ولما فيه خير المسلمين، وقبل هذا وبعده لله عز وجل. كفى كفى أيها الشرطي، وليكن هذا عبرة لكل من يرفع أسعار بضاعته. لقد حددنا أسعار مختلف السلع بالتشاور مع نقباء التجار ورؤسائهم. كما ترى يا يوسف، ليس المهم أن تتفق مع التجار وأن تصدر الأوامر بتحديد الأسعار وحسب، بل أن تراقب وتحاسب وتعاقب كما تفعل الآن. هذا ما أحرص عليه يا شيخنا. والأهم أن يستمر حرصك هذا على مدى الأيام، فأنت مسؤول عنه أمام الله تعالى بوصفك محتسب هذا البلد. أسأل الله العون والتوفيق. فكم لاحظت من أسعار يتفق عليها وتشتد همة الحكام في تنفيذها، ثم تفتر هذه الهمة مع الأيام فتنطلق الأسعار من عقالها كالوحش الضاري الذي يفتك بأرزاق الناس. سلام الله عليكم. وعليك سلام الله ورحمته وبركاته. ماذا اشتريت من السوق يا عبد الرحيم؟ سكرة. كم وزنه؟ 7 أرطال. ضعه في الميزان. الوزن صحيح يا شيخنا. والسع؟ بكم اشتريت الرطل؟ 20 درهما. هذا هو السعر المحدد والمتفق عليه. ممن اشتريت هذا السكر يا عبد الرحيم؟ من عثمان البقال. بارك الله في هذا التاجر الأمين الصالح، ومعذرة يا عبد الرحيم لتعطيلك بعض الوقت. لا تحمل هما يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الحمالون توقفوا. لماذا طلبت منهم أن يتوقفوا؟ أهي أحمالك؟ نعم. كلها؟ نعم. ماذا تحتوي؟ صنوفا من البقالة. كم عدد أسرتك؟ عدد أسرتي؟ نعم. عددهم عددهم أجب، ألا تعرف عدد أسرتك؟ نعم أعرف، إنهم 4. لا بل إنهم 5، فقد نسيت أحدهم وهو مسعود. فليكونوا 10، هذه الأحمال تكفي مئات. نعم نعم، ولكن يخزنها على سبيل الاحتياط، ألسنا في حرب أو مهددين بحرب؟ هذا أدعى لألا تفعل ذلك. كيف؟ ألا يحتاط المرء لندرة السلع أو لعدم وجودها أثناء الحرب؟ بهذا الذي تفعله أنت وأمثالك تندر السلع أو تختفي من الأسواق، وحينئذ تباع سرا بأضعاف ثمنها. لقد ذهبتما إلى بعيد. بل أنت الذي تذهب إلى بعيد، فلو أخذ كل امرئ ما يكفيه فقط لتوفرت السلع في الأسواق ولم يرتفع ثمنها. أليس كل إنسان حرا في أن يشتري بماله ما يشاء وبالقدر الذي شاء؟ إلا إذا أضر ذلك بالآخرين، خصوصا في أوقات الحروب. بل في أي وقت يمكن أن يحدث فيه الإضرار بالآخرين؟ هذا تقييد للحرية. بل هو تقييد للأنانية. لا 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 لا، هذا ظلم وإجحاف. بل هو عدل وإنصاف. ليس هذا من الدين في شيء. بل هو من الدين في كل شيء، فالشريعة السمحاء تقول لا ضرر ولا ضرار، وفي هذا أعظم الضرر بالناس. أيها المحتسب، مر شرطتك بالمناداة على هذه الأحمال وبيعها للناس. سنفعل ذلك يا شيخنا.
ولا تنسى أن تعطي ثمن الأحمال لصاحبها.